اللغة اللي شفناها امبارح بين الضوحة جديدة ما كانت موجودة، كانت سحبت. صحيح. أول نقطة أساسية هو استبعاد الحوار. كيف حدا ببلد في أزمة بهيدي الطريقة وبهذا الشكل، وكل تجاربنا من 58 لليوم مش من 75 لليوم ما فيها تنتهي إلا بالنار أو بالحوار، ودائما الحوار كان يجي على الحامي مش على البرد. فاليوم سحب القضية بهيدي الطريقة كان ما في لزوم للحوار، نحن أمام مرحلة تصعيد جديدة. اليوم ما بيقدر الواحد يطلع بالبيان وما يشوف الكلام عن عقوبات والكلام إعادة الكلام عن قرارات دولية وقرارات جامعة عربية، مش بس تجاوزها الزمن، الأمر الواقع تجاوزها، والفصيل الأساسي اللي كان يجري الحوار معه واللي لعب دور استثنائي بكل هذه المرحلة كصمام أمان للسلم الأهلي هو المستهدف بهذا الموضوع. ثلاثة الكلام أنه زيحوا كل المرشحين وعندنا مرشح، هيدا كمان يعني منافي لكل وجود القوى السياسية بلبنان بغض النظر إذا بيستاهل ولا ما بيستاهل، عم نحكي بالمبدأ. إذن اليوم نحن قدام مرحلة جديدة، واضح أنه الأمريكي والسعودي والقطري يعني تقدم بآلية معينة. أنا عم بسمع الدكتور علي، هذا الشيء مفاجئ لألي وإن شاء الله يكون صحيح، نكون كل هالقبل الدخانية لتنتج حوار بيكون ممتاز، بس الحقيقة مش هيك مبين، لا القوى السياسية المعنية قريتها هيك ولا أي مراقبة بيقراها هيك. فنحن أمام مرحلة بعتقد هذه المرحلة مثل ما قال أستاذ رياض مسكرة، معناتها احنا رايحين على تصعيد. هذا التصعيد كيف بيترجم بأي طريقة لأي وقت؟ أنا كنت بأوروبا يعني برأيك بفترة بسيطة. أستاذ حسن برأيك بيان الدوحة مقدمة لتصعيد وليس لتسهيل؟ حكما أنا هيك شايفه. هلا إن شاء الله إن شاء الله أنه أمام هذا التصعيد اللي حصل يصير انفراج، بس ما مبين لا مواقف الأطراف ولا المقاربة اللي قدمت بالدوحة اللي عم تشيل الحوار على جنب وعم تذكر بالقرارات الدولية وعم تحكي عن معاقبة، معناتها نحن رايحين لتصعيد. كنت بقول لك أنا سمعت شغلي بأوروبا الأسبوع الماضي، كلام إنه إذا اليوم حظوظ سليمان فرنجية تراجعت جدا، هناك مرشح بده ينطرح بقوة بلكي هالشهر ونص، وبعدين بنرجع بنفتح بعد أيلول الحديث بيكونوا احترقوا المرشحين الأساسيين. أوكي. كمان إذا هيدا كمان بيكون أسهل ما نكون رايحين على تصعيد مفتوح. النقطة الثانية اللي بحب أقولها بموضوع سوريا والسين سين والآخرين، في قضايا موضوعية يعني ما حدا بيقدر يتجاوزها. يعني المملكة العربية السعودية لعبت دور بالفترة الماضية بالتحديد يعني بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري كان يعني راس حربي، دفعت مصاري، عملت كثير قضايا وشغلات. هناك البعض اللي عم يعمل تقييم انه احسن دورة الذهبي كان وقت ما كانت هي وسوريا على انسجام، وكان يعني يترجم هذا الموضوع بطريقة تانية. هلا بموضوع سوريا وهون كمان يعني بالتحليل وبالمعطيات، انا بعتقد بعد في وقت لتقدر ترجع سوريا لكثير اعتبارات تلعب هذا الدور، ولكن للاسف الشديد النموذج اللي اعطيناه بلبنان بعد 2005 نموذج يعني خلينا نوصل لنقطة وكأنما هذا البلد بده مرجعية خارجية، هذا شيء مؤسف. يعني ما بتستبعد يكون في مرجعية سعودية سورية؟ ما بستبعد أبدا، أنا بحكي بس بالتوقيت وبالفرق. وأنا عم بحكي مع كل يعني العلاقة مع سوريا وما غيرها، شيء مؤسف أن احنا اللبنانيين نكون بعد كل هذا الوقت محتاجين لهيدا الغطاء السوري السعودي لنقدر ننظم أمورنا ونقدر نرتب هذه القضايا.